Good morning. How are you today? Welcome to Hiba Schools. Today we will talk about possessive adjectives. اليوم سنتحدث عن صفات الملكية. Grammar section في قسم القواعد. طبعا يا ثالث possessive adjectives صفات الملكية خاصة ب unit 3 family and friends my things. Unit 3 my things. Let's start. طبعا يا ثالث كما هو واضح امامكم عندنا البوسيسيف ادجكتيفز اللي هي صفات الملكيه. البوسيسيف ادجكتيفز اللي هي صفات الملكيه. الان يا ثالث صفات الملكيه هي خاصه انه نشتق صفه الملكيه المناسبه من الضمير المناسب. طبعا بداية يا ثالث رح نعمل مراجعة لعائلة الضمائر اللي تطرقنا لها واخذناها في الصف الثاني. حكينا بالصف الثاني البيرسونال برونونز. بيرسونال برونونز اللي هي الضمائر الشخصية اللي هي عائلة مكونة من سبع أشخاص. عائلة مكونة من سبع أشخاص لا تزيد ولا تنقص. ضمير الولد هي، ضمير البنت شي، ضمير المفرد غير العاقل اللي هو الحيوان المفرد أو الجماد المفرد إت، ضميري أنا عندما أتحدث عن نفسي آي، وعندما أخاطبك يو أنت أو أنتي، وعندما نتحدث عن أنفسنا وي نحن، وعندما نتحدث عن مجموعة أخرى ذي هم. الآن يا ثالث هاي عائلة الضمائر اللي إحنا نعرفها من خلال بعد ما خلصنا الصف الثاني وأخذنا جزء منها في الصف الأول. هي عائلة مكونة من سبع أفراد لا تزيد ولا تنقص. الآن يا ثالث في الصف في هذا الصف راح نتعرف على البوسيسيف أدجكتيفز اللي هي صفات الملكية. كيف أشتق صفة الملكية المناسبة من الضمير المناسب؟ يعني ضمير الولد هو صفة الملكية المناسبة للشيء الذي يملكه his له. يعني لما بتيجي عندنا صفة الملكية his يجي بعدها الشيء الذي يملكه. مثلا his book كتابه، his car سيارته، his bag حقيبته. إذن تأتي صفة الملكية ويتبعها اسم الشيء الذي يملكه. اسم الشيء الذي يملكه. الآن يا ثالث بدي تساعدوني شوية مس. هون في حنا في هذا الدرس جزئين. الجزء الأول فهم، بدك تفهم علي عن طريق الشرح. الجزء الثاني بيعتمد عليك وهو حفظ. ليش؟ بدك تحفظ من كل ضمير صفة الملكية الخاصة به. يعني هي ضمير الولد، هي هو صفة الملكية المناسبة له، لأنا بقدر أشتقها من الضمير هي his له. she هي صفة الملكية المناسبة لها her لها. مثلا her bag حقيبتها، her school مدرستها، her car سيارتها. تأتي صفة الملكية ويأتي بعدها اسم الشيء الذي نملكه. it ضمير للمفرد الغير عاقل سواء كان حيوان أو جماد مفرد. صفة الملكية المناسبة له its له. I أنا أتحدث عن شيء أنا بملكه، استخدم صفة الملكية المناسبة اللي هي my لي. إذن I أنا صفة الملكية المناسبة لها my لي. you لك أنت أو أنتي، صفة الملكية المناسبة هي your. إذا كان الولد بيكون لك، your بمعنى لك. إذا كانت بنت your بمعنى لك، your لك، لأنه you تأتي بمعنيين حسب الشخص اللي إحنا بنخاطبه إذا كان ولد أو إذا كان بنت. we نحن شيء نملكه نحن. we نحن صفة الملكية المناسبة لها our لنا. they هم صفة الملكية التي نشتقها من they هي their لهم. إذن يا ثالث بدي أحفظ مجموعة الضمائر اللي هي personal pronouns ضمائر الشخصية، وأشتق من كل ضمير صفة الملكية المناسبة له. مرة أخرى again he his له she
هير لها it its I my you your we our they their. الآن يا ثالث راح تتوضح معانا الأمور أكثر عندما يتم شرح المزيد من example. الآن يا ثالث how do we use possessive adjectives؟ كيف نستخدم صفات الملكية؟ هذا الولد عندما يتحدث عن كتابه he said شو بحكي؟ my book my book كتابي my book. لكن هذا الشخص عندما يعبر عن كتاب هذا الولد يقول his book. لماذا؟ ضمير الولد he صفة الملكية المناسبة التي أشتقها من ضمير الولد he هي his book. إذا كانت بنت her book her book. إذن my book عندما أتحدث عن كتاب أملكه أنا، his book عندما يتحدث هذا الشخص عن كتاب هذا الولد، إذا كان يتحدث عن كتاب بنت her book her book. الآن يا ثالث كما هو واضح أمامكم نيجي للإكسرسايزز اللي هي التمارين. هل المطلوب منك complete these sentences by using these words؟ يعني بدك تستخدم هذه الكلمات لتكمل هذه الجمل. الكلمات الواضحة أمامك هير my his your its our. هاي صفات الملكية المشتقة من الضمائر. هير مشتقة من الضمير شي ضمير البنت، ماي من الضمير اي اللي هو ضميري انا، هز من ضمير الولد اللي هو هي، يور من الضمير المخاطب يو انت او انتي، اتس يتحدث عن جماد غير عاقل مفرد يعني حيوان مفرد او جماد مفرد، اور مشتقة من الضمير وي. الان يا ثالث على دفترك بخط مرتب وانيق راح تشتق صفة الملكية المناسبة من الضمير اللي أمامك. يعني عندي I do فراغ homework. شو صفة الملكية اللي بدل أنا أشتقها من الضمير I؟ أحمد take فراغ bag please. الآن you أنا عم بخاطب أحمد، عم بخاطب أحمد بطلب منه طلب. شو صفة الملكية اللي بدي إياه أحمد إنه يأخذها؟ you. الآن أنا عم بحكي عن فستان راما، شو صفة الملكية المناسبة لراما؟ طبعاً راما اسم بنت ضميرها شي. فراغ بايك السيف، أنا عم بحكي عن دراجة سامي، شو صفة الملكية اللي بقدر أنا أشتقها من سامي وضميره هي؟ إذا اسم الولد أو ضميره، اسم البنت أو ضميره. فراغ هاوس إز بيج، شو صفة الملكية المناسبة من الضمير وي؟ أنا عم بحكي عن بيتنا. فراغ تيل إز لونج، أنا عم بحكي عن a horse عن الحصان، عم بحكي عن ذيل الحصان، عم بحكي عن ذيل الحصان. إذا يا ثالث هذا التمرين بخط نظيف ومرتب ننقله على الدفتر ونحاول إن نحله. التمرين اللي بعده يا ثالث المطلوب منك برضه بدك تشتق صفة الملكية المناسبة من الضمائر التي أمامك. يعني I play music، أنا بعزف موسيقى. This is فراغ جيتار، الآن I. ما هي صفة الملكية المناسبة لها؟ أنا عم بحكي عن جيتاري اللي هي آلة الموسيقية اللي خاصة فيه. You are a clever boy. أنت ولد ذكي. فراغ ماركس آر جريت، علاماتك رائعة. شو صفة الملكية المناسبة من you؟ He is short، هو قصير. This is فراغ قميصه، الآن شو صفة الملكية المناسبة من الضمير he؟ She is a doctor، هي طبيبة. That is فراغ clinic اللي هي عيادة، أنا بحكي عن عيادتها. شو صفة الملكية المناسبة من الضمير she؟ It is a mouse، إنها فأرة، إنها فأرة. فراغ nose is small، أنا عم بحكي عن أنفها. We love our school، نحن نحب مدرستنا. ونحن نحب مدرستنا. شو صفة الملكية المناسبة من we؟ شو صفة الملكية المناسبة من ضمير we؟ فراغ teachers are kind، they have a big piano، عندهم بيانو كبير. الآن أنا عم بحكي عن موسيقى اللي بيعزفوها،
عن الموسيقى اللي بيعزفوها، زي شو صفة الملكية المناسبة لها. وهيك يا ثالث بنكون خلصنا هذا الفيديو انتهى. بتمنى تكون الأمور واضحة وتمام إن شاء الله. انقلوا التمارين الموجودة عندكم على خط بخط مرتب على دفتركم وأنيق. وحكينا زي ما حكينا إنه صفات الملكية هي صفات سهلة جدا. نشتق من الضمير المناسب. صفة الملكية المناسبة تعتمد أولا على الفهم بعدين الحفظ، يعني بحفظ الضمير وصفة الملكية اللي خاصة فيه. See you next time. Goodbye.